مساكم فللي، اللي يبحث عن الفخامة والتميز في عالم التصميم والبناء يكون معاي في هذا الإعلان. كثير من الإعلانات عملتها إلى آل طريف. طبعاً آل طريف عندهم عدة أقسام، قسم السيراميك، قسم الباركيه، قسم التصميم الداخلي، ولكن أول مرة أغطي قسم التصميم بالتفاصيل. فلما طلبوني اليوم للتغطية قلت لهم أنا أبغى أشوف المكان اللي قاعدين تنتجون منها التصاميم الحلوة والرائعة والمميزة. فطلع المكان وين؟ بالبحرين. وسر النجاح حق هذا القسم إنه قدروا يجيبوا لنا تصاميم جميلة وعصرية بأسعار تنافسية، ممكن لأول مرة تسمعوا هذه الأسعار. عملنا إعلانات كثير إلى مكاتب تصميم، لكن لأول مرة أصور مكان بهذه الضخامة بهذه الإمكانيات. عينكم على المساحة والتفاصيل الجميلة. تخيلوا معايا يا جماعة، مكتب تصميم داخله موجود كافي شوب، وهذه منطقة العمل حق المصممين. ما شاء الله تبارك الله، ستاف ضخم، وما شاء الله تبارك الله كلهم كفاءات وبعدة تخصصات بالتصميم. مرة عجبتني بيئة العمل حقهم، وموفرين إلى الموظفين كل شيء حتى طاولة بلياردو. من جد المكان خرافي، والإمكانيات حقه مرة ضخمة، من أكبر المكاتب اللي موجودة بالبحرين. طبعا الأسعار راح تكون صدمة. تخيل معاي تصميم فيلا مساحة 250 متر، بالإضافة راح تاخذ تصميم الحديقة الخارجية، ما راح يكون 20,000 ولا 25,000، راح يكون 11,300 ريال فقط لمتابعين محمد الضامن. وكمل معاكم الآن باقي تفاصيل التغطية. نستعرض لكم بعض أعمالهم وبعض تصاميمهم، ومعانا الأستاذة ابتهال مديرة المكتب. مساء الخير أستاذة. مساء النور، يا هلا والله. تعطيني فكرة عن أعمالكم، مشاريعكم؟ احنا فريق مكون من أكثر من 30 مهندس، نشتغل على تصميم الداخل للفيلا السكنية والشقق، وكذلك عندنا فريق متخصص بتصميم الحدائق والواجهات للفلل والمباني. ما شاء الله. طيب أعمالكم التجارية؟ طبعا نعمل على تصميم المحلات التجارية والعيادات وغيرها من المشاريع. من أكبر مشاريعنا اللي اشتغلنا عليها معرض آل طريف للسيراميك. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا هالتفاصيل الجميلة في معرض آل طريف. طبعا أي شخص راح وزار انبهر بالتصميم، شيء بديع. طبعا ما شاء الله تبارك الله، تصاميم عصرية فريدة فخمة، معروفة تصاميمهم. طبعا في شيء مهم في التصاميم، انه ما يكون فقط تصميم، انه يكون التوصيف، المواد، التفاصيل كلها قابلة الى التنفيذ، وانه تكون المواد فعليا موجودة. صحيح. طبعا تميزنا بتصاميمنا العصرية والحديثة المبنية على مواد تشطيبات واقعية تسهل بعدين عليكم مرحلة التنفيذ بأسعار جدا تنافسية. لما تدخلون فيلا فخمة وتقولون واو، اعرفوا ان وراها تصميم حدائق، وما شاء الله تبارك الله فريق من المهندسين والمصممين متميزين بهذا المجال. شوفوا الفخامة، عينكم على التفاصيل، ابداع ابداع في تصاميم الحدائق، والحلو باقل التكلفة. في شيء مهم بالتصميم انه يعطوك توصيف الى المواد المستخدمة، انه ما يكون فقط تصميم، انه يكون قابل الى التنفيذ. فما شاء الله تبارك الله عندهم خيارات كثيرة إلى المواد المستخدمة، ويعطوك الخيارات اللي موجودة، خيارات بالبحرين، خيارات موجودة بالسعودية. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا هذا القسم معروض فيه، طبعا هذا جزء بسيط من المواد اللي يستخدموها، واقعي، هذا التصميم الواقعي. من خلال تجربة التصميم الداخلي يوفر عليك الوقت والجهد، عملية البحث يوفر عليك الأسعار، تعرف تكلفة المشروع اللي بتنفذه سواء كان تجاري أو سكني قبل ما تبدأ فيه، لأنه بيكون عندك معرفة بالماتيريال المستخدم بالتنفيذ. فمهم جدا جدا موضوع التصميم. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل، اعملوا لها كابتشر.